زيادة رسمية بقيمة 3% فرضتها ضريبة عرفت باسم القيمة المضافة، صاحبها ارتفاع كبير في أسعار المنتجات والسلع فرضها التجار أنفسهم بدءا من السلع الأساسية وحتى ما يعرف بالرفاهية وخاصة أسعار السجائر. زيادة قدرت بثلاثة جنيهات للأنواع الرخيصة وخمسة جنيهات للمتوسطة بدأت منذ إعلان الحكومة نيتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما وصلت الزيادة في أسعار الأنواع الغالية إلى 8 جنيهات للعلبة. السجائر غليت رسمي من الشركة، السجائر كانت بتنزل ب16 جنيه، دلوقتي بتنزل لنا احنا ب20 جنيه لربع عشان احنا نبيعها ب20 جنيه. كل السجائر ارتفعت كلها رسم أسعار الشركة، ارتفاع شديد جدا، يعني الناس كلها بتيجي تاخد السجائر بتستغلها دلوقتي، ما بقاش فيها سحب على زي الأول. ببيع بنفس سعر الشركة على طول، ما بغليش من عندي يعني. قبل كده ماشي كنا ببيع زي الناس اللي حوالينا، زي الناس اللي جنبينا، نفس الأسعار اللي ماشية جنبينا يعني. دلوقتي بالسعر الجديد بالفواتير بتاع الشركة ما بعليش عنها. وعلى الرغم من تدوين شركات السجائر لعبارة التدخين يدمر الصحة ويؤدي إلى الوفاة، إلا أن أغلب المدخنين لا يستطيعون الإقلاع عن التدخين، مطالبين الدولة بتفعيل دور الرقابة للسيطرة على الأسواق. العلبة اكتب عليها 10 جنيه 20 15 يبقى في اطمئنان، لكن كده كل حاجة سايبينها. البلد الوحيدة ما فيهاش قانون هي مصر لعلمك، والله يا ابن البلد الوحيدة ما فيها قانون هي مصر، وعدم تنفيذ القوانين كمان، وبطلوا بقى استخفاف بالناس بقى، عيب عليكم كده بقى. فصراحة ما فيش رقابة على الأسعار لا في السجاير، حتى مش السجاير بس، والجبن وكل حاجة. فين مباحث التموين؟ سايبين الناس دي ليه؟ سايبين الناس تطمع ليه وتاكل في بعض ليه؟ قوطة بيغلوا مش عارف ايه بيغلوا، التجار بتبيع بمزاجها. بس أغلب الشعب كله، لأن الشعب كله 90% منه مدخن، فهي طبعا برضه هتأثر على جيب المواطن، وفي نفس الوقت برضه هتزيد برضه من الاعباء اللي هو مش قادر يستغنى عنها. مش عارف يعني بالشكل دوت هيجبروا لنا ان احنا نبطل السجاير فعلا. معادله صعبه حققتها القيمه المضافه بارتفاع اسعار السجائر وتقسيمها الى 3 فئات، كما اعلنت مصلحه الضرائب ان التسعيره الجديده للسجائر تتضمن بيعها باقل مما كانت تباع به قبل تطبيق القانون، وان اعلى فئه تباع حاليا ب27 جنيها للعلبه الواحده. النهارده انا مستهلك داخل عند كشك او عند واحد، العلبه المالبورو واخواتها والمجموعه بتاعتها ب27 جنيه، لو اداني ب27 وربع كل واحد فينا معاه موبايل يطلب 122، يطلب 122. ما عشان نصلح الحال البلد لابد ان نواجه هذا الجشع وهذا الفساد. القانون اتطبق من يوم 10، السجاير اسعارها مظبوطه دلوقتي 27 للفئه العليا، من 13 ل 23 الفئة الوسطى، من 8.5 لغاية 12.5 من الفئة الدنيا. اتهامات متبادلة بين المسؤولين والتجار يصاحبها استياء بين كافة أطياف الشعب، وسط مطالب بتفعيل الدور الرقابي للسيطرة على فوضى الأسواق. اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن احنا بدانا باراء الناس فيما يتعلق بالسجاير عشان الصفحه بتاعه البرنامج كان عليها شكوى كبيره جدا من هذا الامر، والحقيقه المساله بغض النظر اخلاقيا انت متفق على مساله الناس تدخن او لا تدخن، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان في ماساه خاصه بهذا الامر متعلق بتطبيق قيمه الضرائب واثرها على هذه الشركه.